دلوقتي خلونا نروح نصبح على زميلتنا لميع حمدين ونتعرف منها على اخر اسعار الذهب والعملات. صباح الخير لميع. صباح الخير. صباح الخير عليك مصطفى. صباح الخير عليك يا باسانت. وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24.51 والشراء 24.44. اليورو سعر البيع فيه 25.33 والشراء 25.24. جنيه استرليني سعر البيع فيه 28.95 والشراء 28.85. فرنك سويسري سعر البيع فيه 25.82 والشراء 25.72. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.42 والشراء 3.41. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.52 والشراء 6.50. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.65 والشراء 79.30. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.67 قرش والشراء 6.65 قرش. ودلوقتي هنشوف مع بعض متوسط أسعار الذهب النهاردة، ونبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1089 جنيه للجرام، وعيار 21 1270 جنيه للجرام، عيار 24 1451 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 10160 جنيه. ودلوقتي نرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لبي.